غير كده هنفرق لكم دلوقتي بين اللينكات الوهميه واللينكات الاصليه كويس. برضو. خلينا نخش نخش على اللينكات الوهميه والاصليه. لو جالك او لينك على الواتساب دلوقتي بيقول لك مثلا امازون بتحتفل ب 30 سنه او احمد طارق قدم لك 20 جيجا انترنت، ده دلوقتي المتاح والمشاكل اللي عندي على الصفحه. تدخل اللينك ده وتسجل كل حاجه، هو بيستفاد من حاجات كتير جدا وممكن يخترق جهازك، ومش ممكن، بنسبه 90% انت مخترق بعد دخولك على اللينك ده. طيب اول حاجه لازم تبص على بدايه اللينك HTTPS، لو ما لقيتش الاس ده تاخد بالك، حتى لو لقيت الاس دي فطبعا الموضوع فيه شكك كبير جدا. فعشان اسهل للساده المشاهدين واسهل لحضرتك الموضوع ده، جبت لك طريقه سهله قوي. ايه؟ تكتبوها دلوقتي معايا. اكتب، هات ورقه وقلم ومرايه وخلي بالكم معايا. حلوه دي. اول موبايل يعني هتدخله دلوقتي على الموبايل موقع عالمي اسمه فيروس توتال. فيروس توتال ده يا استاذ جمال بقى سحر بالنسبه لي، انا بحبه جدا. لو جالك لينك على الواتس وشاكك فيه من غير ما تدوس عليه، تاخده كوبي نسخ، هتروح على الموقع يجي لك خانه سهله جدا، لا محتاج تسجيل دخول ولا اي حاجه. هتدخل على الموقع العالمي ده اللي هو فيروس توتال. فيروس توتال، فيروس توتال. هتدخل على الموقع ده وهتنسخ اللينك اللي جالك اللي انت شاكك فيه، مش شرط بتاع امازون، ممكن انا كاحمد واثق فيها جدا لازم تشيك ورايا. ليه؟ مش عشان انا احمد وفي مجالي، لا، عشان دلوقتي مفيش امان للكلام ده. ممكن بينك وبيني في حد داخل بيلخبط الامور وبيلخبط الايميلات بحروف بسيطه جدا وحضرتك تعرفها، وحصلت وعندي بروف لده. هي الفكره كلها بقى معايا انا شخصيا، لا حصلت عموما معايا انا في المشاكل اللي عندي. يعني بس بنضرب الامثله ببعض. موقع فيروس توتال ده مجرد نسخك لللينك هيبحث لك عن كل حاجه متجزأ منها اللينك ده، مجرد انت لو لقيت كله اخضر ده تطمن ما فيهوش اي برمجه خبيثه او اي حاجه هتنزل عندك. بس برضو يعني انت خلاص انت دخولك عليه امن تماما. بس برضو انت يعني لو محتاج فيزا ما تحطش الا لو انت هتشتري حاجه معينه. هي الفكره في كده، عشان تامن نفسك اكتر. هي دي طريقه الكشف عن اللينكات الوهميه والمزوره اللي بتجيلك اللي هي ممكن تخترق الدنيا في يعني عنها. يعني اول حاجه اي لينك يجيلي مش مثلا واتساب ولا اي لينك يجيلي من جهه غير معلومه ما افتحوش. ما تفتحوش عشان تامن نفسك تماما، خش على الموقع اعتبره زيه زي الواتساب اللي عندك، زيه زي الفيسبوك، زيه زي اي تطبيق عندك موجود. دي اساسيات يا جماعه الناس فعلا متهاونه بيها. فبالتالي بيحصل مشاكل كتير من موضوع الابتزاز، موضوع الحاجات اللي هي البنات اللي بتقتل بعض والناس اللي لا قدر الله اللي بيحصل ده. فاحنا لازم نطلع نوعي الناس بالكلام ده، وطبعا عشان نعمل كده لازم سلسله حلقات طويله عشان نفضل كل شويه خطوه بخطوه معاهم. فهي الفكره كلها زي ما بقول لحضرتك الافراد والده. طيب افرض مثلا لو حصل معاك ابتزاز من شخص لشخص وخدت صورك، احنا قلنا بيحصل ازاي او عن طريق ايه عشان تاخد بالك منه. بس طبعا مش يعني مش هنقدر نقول خطوات عشان حد يعني ما يستخدموش بالطريقه غلط. افرض ده حصل فعلي وصوره لحضرتك مثلا شايفها خليعه، او مثلا صوره لحضرتك شايفها خليعه مثلا حصلت ونزلت على البيج، اول حاجه هتعملها كده كده في حاجه اسمها انتهاكات معايير المجتمع في كل منصه التواصل الاجتماعي. ده الطريقة اللي أنا بحل بيها. وطبعا قبل كل شيء بنشكر وزارة الداخلية اللي هي رقمها 108، هي أصلا بتحل المواضيع دي بسرية تامة. بس إحنا بنوضح للناس يعملوا إيه لو لقوا كده برضو. النقطة المهمة جدا إنك لازم تعمل ريبورت لانتهاكات معايير المجتمع بتاعت المنصة اللي تابع عليها. إن أنت في حد بينتهك صورك وبينتهك خصوصيتك، أنا أضمن لك في خلال 24 ساعة البيدج أو الصورة دي هتروح 100%. وغير كده كمان في برامج معروفة بتكشف إن الصورة دي مفبركة ولا لأ، وتعود لمين ومش تعود لمين وكده. أنت أسهل حاجة لو معاك صورة أنت ممكن أصلا تعمل بحث عليها في جوجل إيميج. يعني هيجيب لك مثلا جزء الصورة لوغاريتماتها دي متركبة فين قبل كده. يعني الموضوع سهل انك تشوف الصوره دي متفبركه قبل كده او لا. طبعا الفوتوغرافرز يقدروا برضو يعرفوا عن طريق. لا دي البرامج بتستخدم كتير قوي بقى في الدعايه البلاك بروباجندا، او يعني ايه بالظبط، يقول لك في مظاهرات في مش عارف في الحته الفلانيه بالظبط كده، ويحط لك صوره فتطلع ان الصوره دي كانت في الروهينجا بالظبط. وسهله تبان جدا. هي الفكره بقى كلها ان ندخل على القسم الثاني اللي هو بيستفاد
من 10 انت تعمل ريبورت وليه 10 تحديد ال 10 مش 10 ممكن يكون مثلا 200 ممكن 2000 وده اكيد تمام. هي الحلول الاثنين تمشي على الاثنين برضو. طيب لو دخلنا مثلا للجزء الثاني اللي هو واحد ماسك فيديو ليك وفعلا ماسك فيديو ليك بمنظر خليع او ايا كان بايه بالظبط طبعا عفوا مش حضرتك انه في ناس كده كتير جدا ممكن اي حد يقع في الموضوع ده. طيب الفيديو نزل على اليوتيوب تمام وبيقول لك انت لو ما لو ما دفعتليش مثلا $1000 او $500 او وات ايفر ايه انا هنزلك الفيديو ده ويجيب لك اسامي اهلك او اسامي ناس عندك وهو بيتابع بيشوف يعني بياخد تور حوالين الحساب بياخد لفه حوالين الحساب بتاعك. طيب الفيديو ده لو ما دفعتلوش هينزله ومش عارف ايه. على فكره انت لو دفعت اول مره خلاص انت مش حكايه خلاص هيفضل كل شويه يقول لك لا هات تاني طبعا هات تاني هات تاني انت وقعت في المصيده بالظبط كده. فاوعى تعمل ده فمجرد انك تعمل ده انت هتقعد في المصيده فعلا وتفضل كل لو شويه في صور خليعه ليا عادي يعني انا بحب الصور الخليعه بالظبط دي اول حاجه. تاني حاجه بقى والاساس التجاهل تماما زي ما قلت لحضرتك هو معاه 10 العشرة دول تخيل العشرة دول لو انت تجاهلته مره هو مش هيرجع يبص عليك تاني ولا هينزل حاجه خلي بالك لان هو عايز فلوس في الاخر بالظبط هو هيشوف اللي بعدك وحتى لو نزل ريبورت واحد بس اضمن لك وانا على الهوا انه يتمسح في خلال 24 ساعه شور 100% ده اذا كان اصلا الذكاء الاصطناعي تبع اي منصه تابعه ليه في البحث وتطور عمليات البحث هتمسحه اصلا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. ألفا قنوات الأسرة العربية.